بعد بث تلفزيون النهار لمعاناة فلاحي منطقة العرايسية ببلدية وادي الجمعة بولاية غليزان من تسرب مياه الصرف الصحي من الخندق الذي يعبر الحقولة، تدخلت مديرية الموارد المائية في عملية تنقية شملت كافة الوادي في انتظار تفعيل مشروع لحماية الحقولة ورفع التجميد عن محطة التطهير بالمنطقة. التغطية لحمزة زروقي. مشكل تسرب بعض من المياه المستعملة على مستوى الدران بدوار العرايسية، باشرت المديرية الموارد المائية في إطار حملة تطوعية باستدعاء المؤسسة العمومية وكذا المؤسسة الخاصة لتنقية هذا ما يعرف بهذا الوادي، حفاظا على الأراضي الفلاحية وخوفا من خروج المياه المستعملة على الواجهة. إضافة إلى ذلك نحن بصدد اقتراح حل فعلي في القريب العاجل في انتظار رفع التجميد عن العملية الخاصة بإنجاز محطة تطهير لبلدية وادي